اهلا وسهلا ومرحبا به الجميع، كيفكم؟ كيف الصحه؟ عساكم طيبين. اليوم راح يكون القراءه بعنوان ما القادم في طريق الاشخاص اللي بتضمر على قراءه واحده. راح تكون قراءه واحده، هي رساله لك الان، القادم لك الان. يعني وش القادم لك عاطفيا يا صاحب المجموعه الوحيده في هذا الفيديو؟ يعني هي قراءه وحيده، فقط انت تدخل لهذه القراءه وتستمع وش عندك. اوكي، ما القادم لك عاطفيا، فقط انت تستمع وش عندك. تكون قراءة خفيفة بسيطة حلوة، يعني فيها كل شاملة لكل حاجة. يعني ايش بنقول لك، يعني تكون شاملة لكل شيء. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وخلينا نشوف وش طالع معاك يا صاحب القراءة الوحيدة. ما شاء الله، شوفوا ظهرت، هم القراءات اغلبهم طلعوا لي مقلوبين، فيهم حكمة ما اعرف، بس خلينا انا اقلبهم، خليني بعدين اقول لكم ايش معناته، لانه طلعوا لي مقلوبين، يعني فهمتم حبايب القلب. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا القادم في طريقكم عاطفيا، ما شاء الله. طيب 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 جدا، حلو جدا. طيب خلينا نشوف وش طالع عندكم، بعطيكم بالكارت بالكارت. وضعيتك الحالية الآن فقد، الفقد، تعاني من الفقد والاشتياق إلى شريك حياتك السابق. حزينة أو حزين، تعبان أو تعبانة. كانت عندكم خير على أساس بيجيكم أو بتعيشونه، لكن ما كتب لكم النصيب بكل صراحة، بسبب العين والحسد والناس اللي أكلتكم أكل. طلعت البركة من العلاقة، رغم أنه كانت علاقة فعلا موفقة ومصيرها النجاح. صار في ألعيب من أشخاص معينة بسبب القال والقيل، بسبب الفتنة، بسبب العراقيل اللي يعني المتسببة في أنه تكسر هذه العلاقة، رغم قوتها وصلابتها والمحبة اللي بينكم. هنا كارت العربة، وهنا وكارت الحسد والعين، يعني انه في شيء مصاير معاكم خلى العلاقة اللي ما بينك وما بين الشخص السابق علاقة تصير مهدمة بالاساس. في انفصال، في الانسان هذا يعني طلع من حياتك. شوفوا اذا ما ناسبتك القراءة، بصراحة هي قراءة وحيدة، يعني اذا ما ناسبتك لا تسمحها، عادي مو مشكلة، ان شاء الله في الطاقات الجاية، بس انا اللي طلع لي كذا انا بقوله، ما اجيب سيناريوهات من مخي، الكروت اللي بتجي بقراها. هنا اغلبكم اتوقع منكم يعني بتنتظرون حاجه، واذا ما جت بتريدون شيء في القادم، هذا اللي طلع معي. اذا القراءه ناسبتك اصبر، لانه بقراها، بعطيكم الطاقه الحاليه الان، الطاقه المستقبليه فيما بعد، المستقبليه والمستقبل المستقبلي. هنا الظاهر انه في انفصال ما بينك وما بين الشريك، في تباعد، في اشياء كذا مو عارفتها وش صايره، اشياء ما وراء الطبيعه بطريقه يعني غريبه، ما تعرفين كيف، ليش كذا، ليش صار كذا. انا احب الانسان هذا يا ام مسك، انا ابغاه، بس في شيء كذا خلى الموضوع بيني وبينه يتكسر. في طاقه، في طاقه، للبعض منكم اسحار، للبعض منكم القال والقيل، للبعض منكم فتنه، تداخل اطراف في العائله، ظروف لهذا الشخص تعبته وخلته ما يكمل معاكي بكل صراحة. طيب القادم في طريقك لل 50% الأولى يمكن بينكم رجوع وتحقيق للحلم، لأنه نزلوا لي اثنين كروت فيما معنى أنه في محبة ورجوع بإذن الله ما بينكم وما بين الشريك. هذا حلمك، رجوع، نعم للبعض منكم هناك رجوع. أما لل 50% فأقول لك إنه الشخص مختفي عليكي، مسكتيه بحاجة، بعلاقة أخرى، مسكتيه عنده ظروف ما تتوافق معاكي، في حاجة كذا خلت في اختفاء، الشخص هذا اختفى. كارت ذا مون، يعني كارت القمر، كارت الاختفاء، وإنه طلع من حياتك بدون ولا تفسير، بدون ولا شيء كذا
صريح أو يعني شيء واضح من الأخير، ما في شيء واضح هنا. كارت فيرتيج، كارت الاضطراب، كارت إنك مش عارفة وين تروحي، مش عارفة وش مصيرك معاه. لكن شوفي، في عندك خير أصلاً. أنا بتكلم عن 50% الثانية، 50% الثانية، 50% الأولى عندكم رجوع وتحقيق للحلم وبترجعين أنت وهذا الشخص وكل حاجة. لكن الآن بأتكلم عن الشخص اللي طلع من حياتكم، ما في رجعة، سبب لك اضطراب، كان إنسان جبان ما واجهك، رغم ذلك ما في خير. خلينا هذا الشخص 50 الأولى نطلعهم من مخنا. نتكلم الآن عن 50 الثانية عشان 50% الثانية عشان ما أتلخبط. طيب القادم في طريق 50% الأولى، رجوع ارتباط وتحقيق لحلمك في رجوعك. إذا أنت تحلمين برجوع هذا الشخص لك راح يرجع، طبعا راح يرجع بشروطك اللي أنت تحبيها. لكن الآن أنا أتكلم عن 50% الثانية، سبب لك اضطراب، لكن رغم ذلك بإذن الله السميع العليم تفتح قسمة نصيبك على غيره. القادم في طريقك هدايا، يمكن عيد ميلادك قريب أو مناسبة مفرحة لك، أو يمكن أنه عرض زواج وخطوبة. مرأة برج الدلو، مرأة برج الجدي، مرأة برج الثور، مرأة برج الأسد، مرأة برج العذراء، مرأة برج الثور، مرأة برج الجوزاء، ومرأة برج السرطان، هذول اللي طالعين معاي. أوكي إن شاء الله، أوكي بعيد لكم، الدلو، الجدي، السرطان، الأسد، الثور، العذراء، الجوزاء والسرطان. حلو. طيب ايش بقول لكم هنا اصحاب هذه القراءة الحلوة؟ في confusion، في اضطراب، في تعقيد، ما قدرتي تطلعين تفكين التعلق، تحس فيه تمزق كذا، ما تقدر تطلعين الشخص هذا من بالك، اعتبريه الحب الاول وانسيه. البعض منكم العلاقات الصعبة هذه، اوكي. شوفي يا حبيبتي يا عمري يا قلبي، عندك فتح قسمة نصيب مع شخص آخر يتقدم لك بإذن الله، يحاول أنه يدخل في قلبك كذا، يحاول أنه يشتريكي اللي باعك. لا، هذا جاي يشتريكي، جاي يطلب يدك، جاي يتقرب لك بنية صادقة وخالصة. القادم في طريقك بعد التعب وبعد الحزن جايك الشخص اللي يبرد على قلبك ويمسح دموعك. الإنسان هذا إنسان كويس جدا، محترم جدا، فتح قسمة نصيبك سنة 2023، عندك استقرار وعندك بإذن الله يعني شيء مرة حلو يسر الخاطر. القادم في طريقك كل الخير، الشخص هذا محترم، يقدر يكون من نفس عائلتك أو إنه هيكون يعني من يا أما من نفس عائلتك أو من نفس محيطك، أو مش مختلف عليك في الجنسية. إذا كنت في علاقة سابقة مع إنسان مختلفة عليه في الجنسية، في العادات والتقاليد، في الأشياء، أقول لك إنه راح تجيك علاقة صادقة وعلاقة واضحة وعلاقة سهلة. كنت في علاقة توكسيك، كنت في علاقة معقدة، الآن جيتي في علاقة صح واضحة مع إنسان واضح. إذا أنت إنسانة واضحة وهذا الشخص الجديد إنسان واضح، فالعلاقة بسم الله ما شاء الله. لكن هنا أنت كنت مع إنسان مو واضح، ما هو صريح، عنده عقد، تعبان، ما يقدر انه يطلع اللي في خاطره، ما يكون واضح، ما يقدر يكون واضح معك. السابق الجديد راح يكون واضح معك ويجيب لك اياها كاش، انه يريد يتزوجك ويريد يرتبط فيك. القادم في طريق الاصحاب سوى المجموعه الاولى او الثانيه، الزواج والارتباط وتسير الامور وفتح قسمه نصيبكم ان شاء الله. صح انه عليكم عين وحسد، اذا غلطتي قبل ونزلتي صورك مع الشريك السابق، خديتي، ضربوكي بعين، أكلوكي أكل، القيل والقال واجد، لا هالمرة أنا ما أبغاكي إنك تقولين لأحد أي شيء. حاولي إنك تكتمين على هذه العلاقة، لأنه عليكي الناس بتترصدك، ناس ما بتخاف الله، تترصدك بالأسحار، تترصدك بالكلام، تترصدك بالفتنة، تترصدك بإنه تسوي لك أشياء كذا عشان تعرقلك. حاولي إنك تكتمي هالمرة على العلاقة الجديدة، والله يكتب لك الخير. 2023 سنة الزواج والارتباط لكم إن شاء الله. أوكي، القادم في طريقكم جميعا لأصحاب المجموعة الوحيدة، الارتباط والزواج، الله يسهل أموركم إن شاء الله. شكرا لكم حبايب القلب، الله يسعدكم، إلى اللقاء.